بالنسبه لهذه الدوره دابا حاليا سجلنا 800 ديال العدائين على الصعيد العالمي، يعني الاجانب المغاربه بداو كيتسجلوا سواء على طريق بالنسبه للعدائين الاجانب تسجلوا وخلصوا بسرقه الانترنت، وبالنسبه للعدائين المغاربه بداو كيتسجلوا دابا الان، هو غالبا العدد الكبير ديال المغاربه كيتسجلوا في الاسبوع الاخير اللي قبل الماراثون. ف اللي كنهيئوا ليه دابا الان، حنا كنجمعوا دابا تقريبا كل يومين كنجمعوا في اللجنه التقنيه، ضبطنا الامور ديال لي سبونسور، ضبطنا المدار بحيث عاودنا راقبنا المدار من ناحيه ديال المقياس ديالو القياس ديالو، وخدنا بعين الاعتبار جميع دوك لي رون بوان دوك المدار داكشي كله اللي كيكونوا جداد. ثم بدينا كنتصلوا دابا بالصحافه الاجنبيه بحيث واحد العدد ديال الصحفيين غادي يكونوا معنا هذه السنه، لا من ناحيه المكتوبه الصحافه المكتوبه اللي هي مختصه في الرياضه، ولا من ناحيه ديال الصحافه ديال وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه. كنتصلوا كذلك ب لقينا جميع التهيئات عملناها بالنسبه مع السلطات المحليه، بعد نسقوا مع الامن باش نضبطوا مع هذه الامور، لا سيما هذه الامور ديال الكولوار اللي كتكون في الساحات او لا في الممرات اللي هي صعيبه اللي كتكون في عامره كثير من ناحيه السير كباب دكلا. وضبطنا الامور ديال الحاجيات ديالنا بالنسبه للعدائين الغافيتايمون، لا بالنسبه للمشكل ديال البرتقال ولا المشكل ديال الماء ولا المشكل ديال التمر ولا المشكل ديال الزبيب، بحيث دابا حنا وصلنا ضبطنا هاد الامور كلها، وامور ديال الميداليات وديال لي كوب وديال السباق ديال الاطفال، لا الاطفال اللي كيكونوا دابا اللي كيجيو اللي من مدينه مراكش والاطفال اللي كيجيو من خارج مدينه مراكش، ديال الاشياء اللي دابا قمنا بها. الاعدائي المغاربه كلهم غادي يكونوا، كاع اللي كيديروا الماراثون ولا نص الماراثون غادي يكونوا حاضرين معنا، كيف قلت لكم قيسري بورمدان البداي هذاك الحبابي الشاني كلهم العدائين الكبار ديال المغرب غادي يكونوا حاضرين معنا. بالنسبه للاجانب قلت لكم هذاك اللي عنده رقم القياسي ديال مدينه مراكش غادي يرجع معنا، وجاو عدائين كاينين اخرين عندهم ساعتين وخمسه ساعتين وسته وجايين باش يحققوا توقيتات جيده باش يحسنوا التوقيتات ديالهم. وكنظن ان غالبا انا كنظن غادي نحطوا واحد الرقم ولا جوج قياسيين، لا بالنسبه للماراثون ولا بالنسبه للماراثون.